بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناة حفظ 981 فول 2، حيث سوف نتعرف على كيف بإمكانك ترجمة أي نص موجود في أي ورقة. مثلا يعني لو توصلت برسالة باللغة الإنجليزية أو بأي لغة أخرى ولا تفهمها وغير موجود أي شخص يمكن له أن يقوم بترجمتها، فيمكنك عمل شيء جميل جدا وهو تصوير يعني الورقة بهاتفك بطبيعة الحال أو أي كاميرا، ثم تمرير يعني الصورة إلى الحاسوب، وبعد ذلك سوف نشرح كيف بإمكانك استخراج يعني النص الموجود في الورقة على أساس ترجمته. هذه الفكرة جاءتني أنا شخصيا قبل أمس، يعني عندما وصلتني الهدية من اليوتيوب مع الورقة. لم أفهم اللغة الإنجليزية كثيرا، ففكرت يعني بوسيلة أو بأخرى يعني كيف لي أن أقوم بترجمة بعض الكلمات الموجودة في تلك الرسالة. بالتالي اعتمدت على هذه الطريقة صراحة، أني قمت يعني بتصوير يعني بهاتفي. طبعا سوف تأخذ الكاميرا الخاصة بالهاتف وتقوم بتصوير الورقة، الكتابة الموجودة في الورقة، ثم بعد تصوير يعني الكتابة الموجودة في الورقة بالهاتف تقوم بأخذ الصورة وإدخالها في حاسوبك. ثم سوف أشرح لك بعد قليل يعني كيف بإمكانك استخراج ذلك النص وترجمته أحبابي في الله. هذه فكرة جاءتني وأريد يعني مشاركتها معكم أحبابي في الله. طيب أحبابي في الله، بعد أن قمت بتصوير مثلا رسالة يعني صورة لرسالة وصلتك وتريد ترجمتها، فسوف أعطيكم نموذج مثلا لهذا النص. يعني على هذه الصورة صورتها، قمت بإدخالها يعني الصورة لحاسوبك. سوف تستعمل إما هذا البرنامج أو يعني موقع أونلاين لاستخراج النص الموجود في تلك الرسالة على أساس ترجمته. فهذه هي الفكرة أحبابي في الله. لهذا الغرض سوف تذهب، يعني إذا كنت تريد استعمال فقط الموقع سوف أضع لكم الرابط أسفل الفيديو. تضغط على أولا تحدد هنا اللغة الموجودة في تلك الرسالة، ثم تضغط على سحب يعني الصورة. هذه الصورة كما تشاهدون، نضغط على أوكي، ثم تقوم بوضع كود الكابتشا التي يظهر هنا كما تشاهدون، ثم تضغط على سيند فايل، ثم تنتظر حتى يتم كما تشاهدون استخراج النص الموجود في تلك الرسالة وتلك الصورة. فعليك فقط أن تقوم يعني بنسخه، ثم تذهب إلى جوجل يعني للترجمة أو أي برنامج آخر أو موقع آخر، تقوم بوضع النص بطبيعة الحال مع تحديد اللغة الذي هو عليه النص وتحديد اللغة العربية لترجمته. فهذه هي الفكرة أحبابي في الله. أو إذا كنت تريد استعمال برنامج فأدعوك يعني لتحميله من الموقع الرسمي هنا، تضغط على الداونلود، ثم سوف تضغط على الداونلود في الأسفل هنا، ثم تقوم بتحميل البرنامج. طبعا قد يحذرك برنامج الحماية بأنه يحتوي على فيروسات، فأطمئنكم على هذا الأمر. فقط البرنامج نوعا ما قديم، برمجته قديمة، بالتالي بعد فتح يعني هذا البرنامج فنفس الطريقة يعني تسحب يعني الصورة التي صورتها للرسالة التي تريد يعني ترجمتها. نسحب الصورة كما تشاهدون، نضغط على أوكي. تحدد أيضا اللغة مثلا الإسبانية في حالة يعني هذه الرسالة موجود بها يعني اللغة الإسبانية، ثم تضغط هنا وتضغط على هذا الخيار الأول على أساس استخراج النص الموجود في تلك الرسالة كما تشاهدون. تنزل أسفل وهذا هو النص أحبابي في الله. أقوم بنسخه، ثم نذهب إلى جوجل للترجمة ونقوم أيضا بترجمته رغم أنه نفسه أحبابي في الله كما تشاهدون. قم بترجمته، وكذا يمكن لنا يعني أن نقوم بترجمة النصوص أو الرسائل التي نتوصل بها أحبابي في الله. هذه فكرتي، أتمنى أن يعني أعجبتكم. يعني بالصدفة صراحة يعني فكرت فيها بعد أن جاءتني رسالة من اليوتيوب، بالتالي فعملت هذه الطريقة وترجمت نوعا ما وفهمت يعني مضمون تلك الرسالة. يعني أتمنى أن الدرس قد أفادكم. الروابط سوف تجدون أسفل الفيديو. لا تنسوا دائما تقييم الفيديو بالضغط على اللايك لمساعدتنا ومشاركتي مع أصدقائكم، وزيارتنا على موقعنا www.5.com لجميع صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/حرف 981 فول. أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي. في أمان الله.